الحق احنا ساكن تندو اللي مرنا محتاجين كل ابتهاج. الحمد لله على زياره السيد الوزير الاول تكميل لرئاسه الجمهوريه على الذي جاء بجمله كبيره من المشاريع التي تخدم الولايه على كل حال في منطقتنا، خاصه في فتح غار جبيلات وانشاء السكه الحديديه وما يتعلق بالاختصاصات فتح اختصاصات في الطب يعني قامت الاطباء الاخصائيين وفتح يعني تثمنوا هذا الجهود؟ هذا المجهود مشكور عليه، مجهود كبير جدا اللي خدم على كل حال في الولايه. احنا في هذه المنطقه انسان اللي كانت تعاني يعني عناء كبير، تنقل الشمال اللي ان شاء الله بفتح هذه المصحات محليه متعلقه بتصفيه الدم متعلقه بمرض السرطان اعذنا الله واياكم منه، هذا سيفتح ان شاء الله يفتح افاق جديده، لياحيه جديده لكل الامراض والسكن الحالي، اضافه الى انشاء الى تطوير السكن وتدعيمه خاصه في الفوكوست هذا اللي الطريقه الجديده اللي تدعم السكن الريفي. هذه المجهودات نحن بها.